يعتقدون خطأ أن محمد هو نبي العرب أو المسلمين فقط. هذا خطأ. محمد نبي للناس كافة، وهو ناسخ لكل الأديان التي قبله. لو أن عيسى حي عندما بعث محمد لأصبح عيسى تبع محمد. كل الناس مطلوب أن يكونوا مسلمين. المسلمين زعلوا واعتقدوا أن هذا قدح في نبيهم، لكن الذي قدح في محمد قدح في نبيه، لأن محمد نبي البشر الذين في اسكندنافيا واللي في أوروبا واللي في أمريكا واللي في آسيا واللي في أفريقيا، ولكن لأن المنهج الذي يقرونه في اسكندنافيا منهج مزور ويدعو للكراهية، اعتقدوا أن محمد ليس نبي لهم. فنتوقع أن تظهر صورة عيسى وفوق رأسه قنابل ذرية، لأن أتباع عيسى صنعوا القنابل الذرية، وصوروا محمد حوله نساء محجبات باعتبار المسلمات محجبات. نتوقع أن يصوروا حول عيسى نساء عاريات، لأن أتباع المسيحيات عاريات. اسكندنافيا النساء عاريات، عليها المنهج الغرب أوروبا وأمريكا، منهج يدعو للكراهية ما في ذلك شك، وهو منهج فاسد ولا إنساني. وما يسمى بالعهد القديم والعهد الجديد ليس بالعهد القديم وليس بالعهد الجديد، لأن هذين العهدين منسوخان مزوران وكتبا باليد بعد عيسى بمئات السنين، وفي البايبل كلام لا يليق بعيسى ولا بموت. وإذا أردنا أن نصحح وضع البشرية وأن نعيش في قرية كونية بسبب العولمة، يجب أن نبحث عن البايبل الصحيح، لأن البايبل الموجود الآن مزور. البايبل الموجود الآن ما فيه ذكر محمد، مع أن البايبل متاع ربنا مذكور فيه محمد مرارا وتكرارا. يجب أن نبحث عن إنجيل برنابة، القديس برنابة، لأن هذا الإنجيل هو الصحيح ومذكور فيه محمد بالتفصيل أنه سيأتي بعد عيسى. نحن نصحح تاريخ البشرية اليوم من تنبكتو. عندنا 50 مليون مسلم في أوروبا. هناك علامات أخرى تدل على أن الإسلام سيظهر الله في أوروبا بدون سيف، بدون بندقية، بدون 50 مليون مسلم في أوروبا. بعد عشرات السنين سيحول أوروبا إلى قارة مسلمة. الله بيسخر أمة مسلمة وهي الأمة التركية بتدخل في الاتحاد الأوروبي. هذه 50 مليون مسلم. Voilà une cinquantaine de millions de musulmans. سيكون 100 مليون مسلم في أوروبا. Donc il y aura une centaine de millions de musulmans en Europe. البانيا دخلت في الاتحاد الأوروبي وهي دولة مسلمة. البوسنة دخلت في الاتحاد الأوروبي وهي دولة مسلمة، 50% منها مسلمين. أوروبا الآن في ورطة، وكذلك أمريكا. أما أن تقبل بأنها ستصبح مسلمة بمرور الزمن أو تعلن الحرب على المسلمين. كل الناس من حقها تحج لمكة والطوف بالكعبة. الآية تقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. يجي الرئيس الأمريكي بيحج يقول له لا أنت نجس ومشرك، يرد علينا يقول أنا مانيش مشرك. وأنا مانيش نجس. كيف تتهموني على الاتهامات القضية؟ كان نجس ليش تصافحوا فيه وتاكلوا وتشربوا معي؟ طلع لنا الدولار اللي تعاملوا به وقلت تفضلوا اقروا اللي مكتوب على الدولار اللي انتم تتعاملوا به. مكتوب اللي قال المترجم نفق نفق في الله. واحد تعامل بالدولار جاب لنا دولار. اقرا Thank you.
Wong. Allah. Allahu Akbar.